السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. معكم فيديو جديد، عاوتاني معكم ويلي تلفة. المهم مشاهدين ديالنا، فيديو جديد كما كتشوفوا، راني شادة مالي الدار. هادي خالتي رقية وخالتي خدوج وخالتي الدريسية وماما، الخوالات بربعة، وكاينة خالتي الخامسة راها في السبيطار نعسة مع جداتي. وجينا نشارك معكم هاد الفيديو باش نوريكم فين رحنا غابرين وفين غايبين، وعلاش مازال ما رمينا معكم والو، ما صورنا حتى شي حاجه من اخر فيديو ديال المهرجان. المهم حتى الفيديو ديال المهرجان والله ما كملناه معكم. المهم كما كتشوفوا نمشيو عند امي زهره ونعطيوها التحيه، وهي اللي غادي تكمل معكم. واجيو معايا نمشيو عند امي زهره. امي زهره وسكينه، السلام مشاهدي ديالي الاعزاء، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، هذا خير ارض الوطن وعلى خير ارض الوطن. لو سمحتوا لينا غنى عليكم الصغار، خالتي 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 ما كتشوفوا معنا الوالده ديالي. لا ما فهمتنيش، ما بغاتش من ديك الاكسيد من ديك الله يستر على راسك، دايرك من ديك التعيسه اللي كان هضر شويه مجد ليكم ديك الساعه راه تزيد بزاف، ما بغاتش من ديك التعيسه. وكيصحابنا حنا صافي برات ديك الجبيره اللي جبرناها، وهذا ساعه والو وجبناها الخميس اللي فايته دوزنا ليها، جبتها خالتي خديجه اللي في سيدي عبدي دوي حيت كانت عندها دوزات ليها، لقاو بان عند باقي سميتو بغاو يشدوا لنا الخميس اللي دير العمليه باش دير الحديده، حيتاش عندها العظم اللي مهرس كياكلها في العظم الصحيح، واذا ما درناش العمليه قريبه غادي نسقوا بجوج عمليات جوج حديدات. وصافي خرجناها حتى تشاورنا وتفاهمنا وحممناها وردناها التنين الفايته، وصفتنا لهذا باش صفتنا للفلوس الشركه اللي كتكون ليها اش غادي ناخذ الحديده، واليوم اللي غادي توصل ان شاء الله هذا الصباح، وغادي دخلنا اليوم اللي غادي يدخل الطبيب، وخرجنا عندها فوقيت الزياره مع السبعه وخرجنا مع الثمانيه، وحنا كنتسناو في الجرده على من يدخل الطبيب يدير لها العمليه. ما غاديش نمشيو ان شاء الله من هنا حتى تخرج من البلوك وندخل نشوفوها، عاد غادي نمشي كيف ما كتشوفوا حنا في السبيطار ديال 20 غشت هي فاش دايره العمليه. وام زهرة كلمة سلام متبعين وين مازال ديال المشهورين اعرب لك الاسلام في المغرب خلي المغرب تمتيني حوايج مبروكه لهذا نبار شريف وندغيفنا، كنتمنى لي تجري بخير وعلى خير، وكنتمنى هذه العمليه ضمي تدوز بخير وعلى خير، فاحنا راه ما حسينا لا بعواشر لا حتى شي حاجه، واني الحمد لله الشيء بغاه الله ما عندنا ما نديرو، كنتمناو ندعيو معاها. مشاهدين كيف ما قالت لكم زهره، امي زهره ما قدرتش تكمل معانا، ما قدرتش تكمل حيتاش ما عولناش، ومراه كبيره ومريضه فيها مرض السكر فيها الكوليسترول فيها لاتونسيون وعمليه وهاد التهريسه مدوزه لها من راس العام اللي تهرسات. ما كناش بغينا نقولوا كاع هادشي، ما كناش بغينا نشاركوا، ولكن قلت الاسماء لا ضروري صور لنا مع المشاهدين ديالنا، علاش كيف ما كنشاركوا الفرح ديالنا معاهم نشاركوا حتى القرح ديالنا معاكم. كاين اللي تيفهم غلط فهمتي، داكشي علاش كيف ما كنقول لكم جاتنا مع العواش، حنا المهم بغينا دعواتكم معنا مع امي انها توقف على رجليها وتولي بخير، والاهم من هادشي كامل انها تدوز العمليه بخير وعلى خير. اليوم نهار الثالث في السبيطار ياك، اليوم الرابع، اليوم الخميس، اليوم 4 ايام من اليوم عاد العمليه كانت غير تحت المراقبه. اي وكانوا كيضربوا لها شي باري على حسب اللي كيحركوا الدوره الدمويه، حيت مرات 7 شهور ولا 6 شهور ما تحركاتش، ما كيدورش فيها الدم، ما كانتش كتمشى ما والو، التهريسه تعطلت فيها بزاف. الاطباء من حد الاطباء داروا فينا وغسلونا غسيل نيت، قالوا لك علاش تخلوا هذه المده عند بالنا حنا فاش درنا صافي، قال لنا الجبار العظم راه العظم اللي خرج ورديتو لها صافي عند بالنا راه صافي راه صافي. حنا كنا كنحاولوا نتفاداو العمليه حيت هي مريضه كداوي على الكوليسترول كداوي على السكر كداوي على لاطونسيون وعندها هشاشة العظام، كنا خايفين عليها، داكشي علاش قلنا من الأحسن تجبري إلا كان زعما شي حاجة ديال الجبيرة، ملي ما كتبش ربي هادشي كتب علينا وصافي، وهكا بغا ربي كلشي كيقسمو الحمد لله، كلشي كيكتبو الله، حنا غير خايفين على أمي حيت أنها مرا كبيرة وضعيفة معندهاش المناعة، وزائد الأمراض اللي فيها المزمنين اللي ما كيتحيدوش واللي ما عندهم ليهمش الدواء كاع نهائيا، كتشرب 3 ديال الكينات في النهار، كتشرب لاطونسيون كتشرب ديال الكوليسترول كتشرب ديال السكر،
يعني ما كان انا خايفه الجسم ديالها ما يقدرش يستحمل العمليه، ولكن دعواتكم ودعاو دابا كما تتشوفوا راه حنا جالسين هنايا، بغيتي نوريو فين جالسين؟ راه جالسين حدا السبيطار، انت خوالاتي هما هادو، اخالتي الاخرى سيمو، كلشي خلاص اللي ما كيجيش دابا راه كيجي في الليل. بغيت نوريكم غير السبيطار راه هذاك فيه كاين 20 غوش. دابا نمشي ليا ونزوم عليكم. حنا كنا المساعدين بغينا نخرجو حتى المولعين زعما، وهذا باش ما تجيناش معاه دعوة شر، ولكن عيطنا الدكتور اللي شاف اللي دار لها الراديونات وشافو، قال لنا إلا كنتو غادي تخليو حتى المولعين تجيو تسنيو الوراق بأنكم كتحملو مسؤوليتها إلا تقاس لها العظم الثاني، لحقاش المرأة العظم الثاني راه غادي كي مع هشاشة العظام النيت راه العظام على سبة. صافي ما لقينا ما نديرو، جبناها غير كنتمناو انها كيف ما قلت لكم بدعواتكم انتم ودعواتنا حنا انها تفيق ان شاء الله بخير على خير وتولي بخير وعلى خير، هذا هو الاهم، هو هادشي اللي كنتمناو المشاهدين الاعزاء ديالنا. حنا دابا راه كاينه مع خالتي فاطمه، راه ديجا بانت معنا في القناه، راه كاينه معاها هي اللي كتنعس معاها من الاثنين، راه مقابلها تمايا وحنا كنمشيو عندها خلاص غير كيديو لها الفطور ونديو لهم الغداء نعاودو نطلعو عليهم بالليل الا لقينا كيفاش. الفطور ديال المخزن ماشي بحال الكلينيك ديال الفلوس، كتمشي فوق ما بغيتي وكتخرج فوق ما بغيتي. بحال دابا كون كنا في الكلينيك ديال الفلوس راه غادي نبقاو معاها حتى تهبط ونتسناوها في لاشومبر ديالها حتى تطلع، ولكن العمليه راه ماشي شي حاجه اللي سهله، راه كتكلف. انت راه غير هنا وتقلق علينا بشحال عساكايا، غير هنايا وتكلفاتنا بزاف بزاف عساكايا. كلينيك ديال الفلوس غتبقى بالدوبل، ولكن الحمد لله على الطب ديالنا فين ما مشيتي بحال بحال، غير بحال كيفاش تكون حاضر معاها نيت، ولا هادشي اللي ناقص ما راه الاهتمام وواقفين معاها كلشي بحال 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 المخزن بحال 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 الفلوس. ما لقينا مشكل مع حتى شي حد. انتما كتعرفوا الوقيته الزياره كندخلوا مع 7 الصباح ونخرجوا مع 8، ودابا حنا خرجنا مع 8 وحنا جالسين هنايا كنتسناو، ما عطاناش خاطرنا لا نمشي ولا والو، حنا جالسين كنتسناو. هاد الفيديو ديري قصير باش تمشي دابا مونطي باش الناس يدعيو مع امي. الله يجزاك السيد ربي دوز العملية بخير، غير تفيقنا بعدا على الأقل. زهرة بغيتكم تشوفوا الفيديو دابا نيت في فات الصباح، ما تجي فيه توصل 12 ملي تخرج من البلوك حتى حتى تكونوا شفتوه، وكنتمنى وكنتمنى دوز العملية بخير على خير ونخرجوها من السبيطار، وديك الساعة نعاودوا لهم مزيان إن شاء الله. المهم المشاهدين ديالنا كنتمناو ملي يطرم الفيديو تشوفوه كاملين ودعواتكم معاه، وكثروا عفاكم الدعوات في لي كومونتير، كاع اللي ما كيبانش في لي كومونتير بغيناه يبان بالدعوات، وزو يديكم للسماء والدعوات الغريب ديال الغريب مستجابة، ونقول لكم السلام عليكم ودعوا معنا. غير 40 واحد اللي كيشوفنا تبارك الله، من المشاهدين ديالنا اللي كيشوفونا، وينكم جميعا انكم تدعوا مع جداتي انها تدوز العملية ديالها بخير وعلى خير، والاهم من هادشي انها تفيق من الدش. عرفتي راه كلنا ما ناعسينش، غير الله يديم الخير وصافي. لا انا راه يومين ما ناعسناش، صافي سيرتي هذيك الفيديو. المهم المشاهدين نقول لكم السلام عليكم، دعوا معنا.